يا لهوي، انت بتقول ايه يا حسن؟ قلت لك اللي سمعتيه ومش عايز كلمه زياده في الحوار ده. كلمه مين ده؟ انا هرقع بالصوت واعمل لك هنا فضيحه. بقى بترمي لها الفلوس كلها ومش عاوزني اتكلم. قلت اخرس يا عز عشان مش ناقص فضايح انا. طب ما تقول لروحك، قول لروحك. فضحوك في المستشفى وقدمت استقالتك وخارج منها على فضل كريم، وفي الاخر بترمي الفلوس اللي رجعت لك بقدره قادر. لا ما رجعتش بقدره قادر، رجعت من الكلب اللي دسهالي عشان يطلع لنا الصبو حلنجي. ان شاء الله حتى يكون ابليس بذات نفسه جه دسهالك تحت السرير. برضه مش من حقك تستغنى عنها وترميها برجليك. يعني ايه مش من حقك؟ يعني مش من حقك، مش من حقك يا حسن. الفلوس دي حق امك بس، الشيك طالع باسمها وهي اللي راحت صرفتهم من البنك. يعني هي الوحيده اللي من حقها يا ترجعهم يا تاخدهم، ولا ان شاء الله حتى ان شاء الله حتى تولى فيهم بجاز. وحق امي اتفرط في الارض، كرامتها وسمعتها اتداسوا تحت جزمه الهانم. ولو كنت مكاني وسمعتها بتقول على امك ان هي نصابه وشحاته كنت هتعمل اكتر من كده. سمعت يا حسن، ولسه واخدها في وشي من واحده ما تسواش في المدرسه. وياما سمعت كلام وتلقيح وكتمت في قلبي، بس عمري ما اتلحست في دماغي ورميت عشان اللي سمعته 200,000 جنيه. لو هتقبلي اهانه امك عشان تلهفي قرشين يبقى الفلوس فعلا كلت دماغك. لا 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 لا، ما تمثلش عليا يا دكتور. اهانه امك ما وجعتكش، ولا هي اللي سخنتك وطلعت عرق النخوه جواك. يعني انا بمثل عليك؟ ومحدش فاهمك قدي، وعارفه ان الوجع اللي حسيته وجعك انت، وجع الحب القديم. ما استحملتش تشوف شيرين هانم بتتنطط عليك وبتهينك وبتفكرك بسلوى الشهاوي. مش ممكن سعادتك اللي بتقوله ده بجد يوسف بيه؟ ومن امتى كان فيه هزار في شغلنا؟ انا اسف بجد سعادتك، ما اقصدش والله، بس انا مش مصدق ان القضيه اتحلت كده في سواد الليل. انا كمان ما كنتش مصدق، بس لحد ما قريت المذكره اللي بعتها الاستاذ فهمي، انا سالته فيها واحده الظهر. ايوه يعني هو سعادتك في المذكره هنا بيقول انه لقى الشيكات؟ بيقول ان هو لقى بالصدفه في ملف قضيه تاني عنده كان مرمي في البيت، وكمان هو مستعد يتحمل مسؤوليه البلاغ الكاذب. خد بالك. لا مسؤوليه ايه؟ انا مش عايز منه حاجه سعادتك. انت عارف انا نفسي في ايه بجد؟ خير. نفسي اشكر ربنا. بعد اذن سعادتك لو تسمح لي يعني. اه طبعا اتفضل. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. معلش انا اسف يا باشا والله، يعني انا اسف، بس هو في استفسار بسيط. اتفضل. هو ليه استاذ فهمي ما جاش بنفسه عشان يقول لي الكلام ده؟ لا ما هو مكسوف ومش هيقدر يواجه زي ما حضرتك كسفتني دلوقتي كده. كسفتك؟ انت بتقول ايه يا باشا؟ والله خالد انا بقول ان انا شفت من ربنا نعم كتير ومفاجآت وجمال ملهاش عدد. كنت طول الوقت بشكر ربنا زي اي حد، بقول الحمد لله رب العالمين وخلصت. لكن عمري ما جربت سجده سريعه زيك كده. ما هي السجده دي مش بتاعتي سعادتك. مش بتاعتك يعني ايه؟ السجده دي بتاعت امي يا باشا. انا اتعلمتها منها. من وانا عيل صغير كده بشوفها بتعمل كده. تفرح تبوس الارض. تحزن تبوس الارض. وبقيت بقلدها عميان. لحد ما كبرت وعرفت ان دي سجده شكر. او سجده صبر. او سجده على كل اللي يكتبه ربنا ليه.